ناداهم الفخر، ناداهم العز، فتسابق رجال الشمس يحملون في أعينهم وطن، وخرجوا من كل مكان ليتركوا بصمتهم على جبين النصر القادم. رامي الحوراني من قرية دوير الشيخ سعد في طرطوس هو أحد هؤلاء الأبطال ممن كان لنا شرف اللقاء به. حسيت في غدر للوطن، حسيت في استعمار جديد بشكل جديد للوطن. فشغلي وقفته، سلمت شغلي لأبي لوالدي وقلت لهم أنا نازل، أنا شاب وقادر احمل سلاح، ما رح وقف، بدي انزل وحارب ما اعرف ابي. انا ما حبيت انه انتظر لحتى لي الوطن ينادني، حبيت انا اكون سباق. انا بشهادتي واللي بشهادة غيري اذا بيجي هالجيل وبيعيش هو رافع راسه فميت اهلا وسهلا بالموت. بالنهايه التاريخ بده يكتب، التاريخ ما بينسى حدا. في يعني ثمن بدنا ندفعه ان كان بشهداء ان كانوا مصابين، بس هذا لا يقارن بشيء بجانب انه استردينا الوطن. عندي ولدين، يعني انا اذا رحت بيقولوا اللي خلف ما مات، انا اذا رحت عندي اولاد بتحيي الذكرى. اما الوطن اذا راح مين بده يرجع للوطن؟ الوطن اذا راح ما عاد يرجع، ان كان ولد ان كان اخ ان كان اب كلياته بيرخص قدام الوطن. ولحي الخالديه في حمص مع رامي قصته. اخر اقتحام لإلي كان بحي الخالديه، كنا عم نقطع استراد القاهره، كنت انا قائد مجموعه اقتحام، فامرت اللي معي انه انتم خليكم، فوت انا وشد، بس ان شفت المكان امن عجاز الاتصال بارسلكم انه تلحقونا. قطعت اول 30 متر ركض، طبعا اجاني اطلاق نار، كان كمين، اجاني اطلاق نار كثيف جدا، تصاوبت باجري والشاب اللي معي تصاوب بيده، فانا من لما تصاوبت باجري وقعت، وقعت مني البارودي، ما ضل معي بارودي، ضل معي المسدس، زحفت لو وصلت لتحتهم، لان حسيت حالي اذا بدي ارجع او اتراجع بده يصير يعني الرصاص كله لي. إيه هون ما عاد يستحكموا هنن انهم يطلقوا النار علي. جهاز الاتصال اللي معي انكسر، ما صار في تواصل بيني وبين القياده تبعي. بهالاثناء كنت انا عم ودع اولادي مثل ما بيقولوا في فيديو، كنت مصور فيديو مسجل، كنت عم سجل فيديو على الموبايل تبعي. في دورة يعقوب لاقوا بضاياتها، ديروا بالكم لعمكم. يتعافى رامي من إصابته مع الوقت، فلم تزده إلا عزيمة وإصرارا ليكمل من حيث أوقفته الإصابة. المحل اللي تصاوبت فيه رجعت عليه وتصورت ولقيت فردة البوت اللي كنت لابسه لقيتها بمحل اللي كنت، يعني إنه إصابتي ما رح توقف قدامي، فيني أمشي، إيدياتي شغالات، إيدياتي ما عندي اي مشكله، يعني بنزل على اي اقتحام اي محل انا جاهز، يعني باي دعوه بيطلبوني فيها انا جاهز لحتى لي تنضف سوريا من الارهاب، واكيد رح تنضف. يعني انا العزم والاصرار اللي شفته عند شبابنا عند الجيش ما بتوقع انه يوقف شيء قدام قضيتنا، قضيه صح، فلا بد اخر شيء انه الحق بده ينتصر، والحق هو الوطن والجيش. رامي لم تمنعه إصابته من العودة إلى ساحات المعركة، فالقضية اليوم هي قضية وطن، وسوريا تنتظر الانتصار.